اهلا بحضراتكم مره تانية، رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر المستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. دلوقتي خلينا نروح لدينا تطمنا على حاله الارصاد بقى بشكل مفصل شويه. دينا اهلا بيكي مره تانية. اهلا بيكي جمانة واهلا بيكي احمد. وطبعا زي ما قلنا الجو حر شويه او في ارتفاع في درجات الحراره للاسف. هنقول كتير الفتره الجايه. لا ما انا قلت لكم شهر اغسطس كله معانا كده يعني كله بصفه عامه. يلا نبدا مع بعض ونتابع مع حضراتكم ان هيئه الارصاد النهارده بتتوقع ان في ارتفاع في درجات الحراره على اغلب الانحاء. الطقس هيكون شديد الحراره رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري وحار رطب على السواحل الشماليه، وهيكون شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب البلاد. الرطوبه هتكون مرتفعه، لكن بالليل الطقس هيكون معتدل رطب على القاهره الكبرى وباقي الانحاء. في النهارده شبوره مائيه وفرص امطار خفيفه لمتوسطه، ممكن تكون رعديه احيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الاحمر، وده هيكون على فترات متقطعه. خلونا نصعد مع حضراتكم درجات الحراره بالتفصيل، وهنبدا من محافظه القاهره والعظمى 41 والصغرى 28، اسكندريه 36-26، مطروح 34-26، سيوه 41-24، بورسعيد 35-27، دمياط 34-26، الاسماعيليه 41-24، السويس 40-26، العريش 37-25، كاترين 33-20، طابا 38-25، وشرم الشيخ 37-27، كمان معانا الغردقه 39-28، الفيوم 41-25، بني سويف 41-25، المنيا 42-25، أسيوط 43-26، سوهاج 43-26، قنا 43-27، الأقصر 43-28، أسوان 43-29، الوادي الجديد 44-27، شلاتين 41-30، وأخيرا حلايب 38-32. زي ما قلنا لكم طبعا إن درجات الحرارة النهاردة مرتفعة، يا ريت نخلي بالنا من ساعات طبعا اللي هي الظهيره اللي بتبقى قويه فيها الشمس، نشرب كميات كبيره من الميه طول اليوم ونحاول ما نوقفش في الشمس لفترات طويله، ونتجنب طبعا وجودنا في الوقت ده بره البيت. هنرجع مره تانية لاحمد وجمان عشان نكمل برنامج صباح الخير مصر. شكرا لك يا دينا.